إخواتنا، وبنأكد إن حياة الإنسان غالية جدا ولا تهاون فيها، وسيتم اتخاذ أقصى القرارات والعقوبات في حالة قصور أو تحديد مسؤولية حد عن القصور في أداء مهام عمل. دلوقتي تم الاتفاق مع السيدة وزير الصحة مراجعة جميع الوحدات، وإن شاء الله شكلت لجنة دلوقتي وقاسم أساتذة السموم والطب الشرعي، وهيتم مراجعة ما تم وعرض التقرير بتاعهم في أسرع وقت لاتخاذ الإجراء القانوني. إحنا بنطمن أهالينا وبنقول لهم الأمور مستقرة، والمستشفيات دلوقتي كلها تحت القوة الشديدة، بيتم متابعة دورية لكل الحالات، وإن شاء الله الحالات اللي هي تم فوق حقوق على مستشفى جوار بلين حوالي 180 حالة، تم توزيعهم على مراكز أخرى، وإحنا متابعين من خلال غرفة العمليات المشكلة في داخل المحافظة من خلال أخصائيين في هذا المجال من قبل وزارة الصحة والمستشفى وجامعة الزقازيق، وإن شاء الله الأمور تمر على السهل. شكرا.